الأستاذة جمال رائف ينضم إلي عبر الهاتف. برحب بحضرتك أستاذ جمال. تحياتي لحضرتك يا فندم، وتحياتي لكل السادة المشاهدين، وتحية أيضا لعمال مصر، وكل عام وسواعد مصر قادرة على البناء والتنمية والمضي بهذا الوطن نحو الجمهورية الجديدة. نعم، هي السواعد المعطاءة هي التي تبني هذا الوطن، وهي النبض الذي يشعر بتحدياته المختلفة ويحاول التغلب عليها. ماذا تقول في هذا اليوم الخاص وهذا الحرص من السيد الرئيس لالتقاء بعمال مصر؟ يمكن بالتأكيد تقليد سنوي بيحرص عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو التقاء بالعمال المصريين. في الحقيقة ليس في مثل هذا اليوم فقط، ولكن نحن على مدار العام بنجد السيد الرئيس حريص على أن يلتقي العمال، وبنجد حتى في افتتاح السيد الرئيس بعض المشروعات القومية أو تفقده لبعض المشروعات القومية، حتى في أيام الجمعة في جولات السيد الرئيس أو غيرها من المواقف، بنجد السيد الرئيس حريص على أن يلتقي العمال وجها لوجه وأن يتحدث إليهم بشكل مباشر. وبالتالي نعم، هذا التقليد الرئاسي الذي كل عام أيضا بيكون حاضر على أجندة السيد الرئيس، وهو الاحتفال بعيد العمال، أمر مهم للغاية. ولكن أيضا السيد الرئيس لا يكتفي بهذا الأمر، ولكن طوال العام بنجد اتصال وتواصل مباشر ما بين القيادة السياسية المصرية وما بين المجتمع العمالي المصري، وده في الحقيقة تحفيز ودعم قوي للغاية للمجتمع العمالي المصري. ولأن الدولة المصرية في الحقيقة بترتكز على عمالها الآن في معركة هي الأهم، هي معركة البناء والتنمية والمضي بهذا الوطن نحو تجاوز تحدياته بالعمل. والسيد الرئيس دائما يتحدث أن طلق النجاة هو العمل ثم العمل ثم العمل، وحتى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أيضا أعلت من هذه القيمة. وأتذكر حينما تحدث السيد الرئيس من قبل وقال أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية العلم والعمل. نعم. إذن نحن نتحدث عن القيم الأساسية لهذه الجمهورية التي ترتكز على العلم والعمل والعمل الجاد حتى نستطيع أن نواجه التحديات. وبالتالي التحديات أيضا كانت حاضرة في كلمة السيد الرئيس حينما تحدث عن قدرة الدولة المصرية في مواجهة هذه التحديات بالعمل، وبأيضا قدرات السواعد المصرية على إذابة ويعني قهر هذه التحديات من خلال العمل، وأيضا جهود الدولة لمساندة العمالة المصرية لتجاوز هذه التحديات. وعلى رأس هذه الجهود طبعا الصندوق الخاص بالإعانة الخاص بالعمالة المصرية، والذي كلف السيد الرئيس اليوم به أيضا رفع مقدراته المالية، ويعني أعتقد أن ده أيضا أحد أهم أوجه الدعم المباشر المقدمة للعمالة. وتأكد أن الدولة المصرية بتقدر جهود العمالة المصرية وتدرك أن هناك تحديات هي نتاج متغيرات دولية وإقليمية، يعني كما كنا نتحدث دائما جائحة كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية، الاقتصاد العالمي وما يحدث فيه، تطورات غزة الأخيرة. نعم بالتأكيد كلها أمور بتطفي بظلال سلبية للأسف على الاقتصاد العالمي بشكل عام، ومصر في قلب العالم، مصر مثلها مثل كل دول العالم تتأثر. وبالتالي هنا الدولة تحاول طوال الوقت التخفيف من هذه الآثار السلبية على المجتمع المصري بشكل عام وعلى العمالة المصرية بشكل خاص حتى نستطيع مواصلة البناء. أتذكر أيضا حينما قررت الدولة إبان جائحة كورونا ألا تتوقف عن العمل، هذه أيضا مجابهة للتحديات. يعني الدولة المصرية كانت لها معادلة أثبتت نجاح، وحتى بعض الدول المتقدمة فيما بعد يعني اعتزت بهذه التجربة، فكرة أنك تطبق المعايير الاحترازية لمجابهة الجائحة بأقصى يعني درجات من الجودة، وأيضا تواصل العمل والبناء. وهذا ما أنقذ الاقتصاد المصري بالمناسبة، أن مصر لم تتوقف، وأيضا حتى في يعني إبان الأزمة الروسية الأوكرانية مصر لم تتوقف، في كافة الأزمات مصر لم تتوقف. وفي الحقيقة أن العمل أنقذ الدولة المصرية وينقذ الدولة المصرية في ظل كل ما يحدث في العالم من متغيرات. وبالتالي الدولة المصرية أيضا ساهمت وساعدت في إيجاد بيئة عمل مناسبة، سواء من خلال البنية التشريعية التي يتم تحديثها الآن، والسيد الرئيس تحدث عن هذا الأمر في مضمون كلماته وتحدث عن قانون العمل، وأيضا حتى على صعيد طبعا المناخ الاقتصادي. وهنا يجب الحديث في الحقيقة بالأرقام، يعني احنا نتحدث عن النقطة الهامة أيضا هو إرساء السلامة والصحة بقواعدها المختلفة من أجل سلامة العامل والمواطن وصاحب العمل في نفس ذات الوقت. بالتأكيد يمكن توفير هذه البيئة التي تضمن الحقوق والواجبات للجميع بالتأكيد كانت لها أثر إيجابي بشكل كبير جدا على تطوير الحياة العمالية المصرية وزيادة الإنتاج. وبنرى الآن المشروعات الزراعية والصناعية والتنموية في الحقيقة بتحقق منجزات غير مسبوقة. يعني هذا المصنع الذي نشاهده اليوم هو نتاج عام واحد فقط، وبالتالي البيئة التشريعية، هنا نتحدث مثلا عن الرخصة الذهبية، لولا وجود الرخصة الذهبية لما رأينا مثل هذه المصانع يتم يعني خروجها للنور في عام واحد. إذن أنت أسست لبنية تشريعية مهمة جدا، سواء
لصاحب العمل او حتى للعماله على نعم. على استاذ جمال، المجمعات الصناعيه المرفقه والمتكامله مع دراسات الجدوى التي قدمت للشباب من اجل انشاء مشروعات صغيره ومتوسطه، ماذا تقول عن هذا النهج للدوله المصريه خاصه انها غزت الكثير من المحافظات داخل الجمهوريه؟ هنا يجب ايضا ان ننعش الذاكره بما رايناه مثلا في اسبوع الصعيد او حتى في جولات السيد الرئيس في مبادره حياه كريمه، ونتذكر ان السيد الرئيس ايضا افتتح عدد كبير للغايه من المشروعات الخاصه بالمصانع الصغيره، وهنا لم تتوقف ايضا جهود الدوله على فكره انشاء المشروعات، ولكن ايضا ذهبت لايجاد مبادره انا اعتقد ان هي الاهم في الحقيقه فيما يتعلق بدعم المشروعات الناشئه والصغيره والمتناهيه الصغر، وهنا اتحدث عن مبادره ابدا، وراينا السيد الرئيس اليوم وهو يشاهد بنفسه هذه المبادره ومنجزاتها على الارض وافتتاح نعم. عدد من المشروعات بالفعل التي استطاعت ان تستفيد من هذه المبادره، وبالتالي الدوله لم تكتفي فقط بانشاء مثل هذه المشروعات او مثل هذه التجمعات الصناعيه الغايه في الاهميه المرفقه وايضا التي بها بنيه تحتيه وبنيه صناعيه مهمه، ولكن ايضا ساعدت من خلال هذه المبادره في ايجاد التمويل والخبرات الفنيه والدعم حتى على الصعيد اللوجستي والقانوني وغيرها من امور بيحتاجها المصنع الصغير، وبالتالي ايضا هذا كان مهما للغايه لايجاد ايضا حياه صناعيه تساهم في الارتقاء بالناتج الاجمالي المحلي، واعتقد ان الان اصبح بامكان المصنع الصغير، وهنا اتحدث عن الصناعات الصغيره والمتناهيه والمتناهيه الصغر بالتحديد لانها يعني هي اساس وعماد الاقتصاد للدول الناميه. نعم. امامهم الان فرصه حقيقيه من خلال الحوافز التي تقدمها الدوله او من خلال هذه المجمعات الصناعيه او من خلال مبادره ابدا او غيرها من مسارات في الحقيقه بتوفرها الدوله للمزيد من الانتاج، واعتقد ان المجتمع المصري الان سواء من خلال البنيه التشريعيه او البنيه التحتيه او ما توفره الدوله من خدمات اصبح مؤهلا للمزيد والمزيد من جذب الاستثمارات المحليه. نعم الدوله المصريه بتجتذب الاستثمارات الاجنبيه كما نرى اليوم في هذا الصرح الصناعي العملاق، ولكن ايضا لا تنسى فكره ان تدعم ابنائها وتدعم الصناعات المحليه والاعلاء من قيمه نعم. صنع في مصر. جزء من هذا الدعم تحديدا ياتي من عمليات التدريب والتاهيل للكوادر البشريه المختلفه واستمرار هذا التدريب بما يتواكب مع التنافسيه العالميه وسوق العمل بشكل عام. بالتاكيد، ولهذا ايضا التدريب والتاهيل كان حاضرا في كلمة السيد الرئيس اليوم، والسيد الرئيس تحدث عن أهمية التدريب والتأهيل ودور الدولة في هذا الأمر. هنا أيضا يجب أن نتحدث عن توطين الخبرات في الداخل المصري. حينما ذهب السيد الرئيس في جولات خارجية سواء لليابان أو الهند، السيد الرئيس كان حريصا على استحضار التجارب الخاصة بالتعليم الفني وتوطينها في الداخل المصري. لا أحد يستطيع أن ينكر أن الآن مدارس التعليم الفني والتعليم الفني في مصر أصبح يعني يشهد طفرة غير مسبوقة، بل طفرة ساهمت بالفعل في إيجاد عامل مصري مدرب يستطيع أن ينافس العمالة العالمية، وحتى في هذا الأمر دخلت أيضا المصانع والشركات الصناعية العملاقة في هذا الإطار الخاص بالتدريب، ورأينا الآن مدارس فنية بالتعاون مع الدولة وهذه المصانع، وهذا منجز مهم للغاية فكرة صحيح المدارس التكنولوجية تحديدا. بالتأكيد، وهذه إضافة في الحقيقة مهمة للغاية لسوق العمل، يعني الفني والعامل هو القاعدة الأساسية للتصنيع المصري، وبالتالي حينما يكون لدينا هذه العمالة الماهرة المدربة التي أيضا لديها الخبرات العالمية والقدرات الحديثة، أعتقد أن هذا بالتأكيد سوف يكون له أثر إيجابي، ولولا هذا التدريب والتأهيل لما وثقت الآن مثل هذه الشركات الكبيرة التي نرى مصنعها الآن في العمالة المصرية. يعني العمل المصري في الحقيقة عامل موثوق به، والتدريب والتأهيل مؤخرا كمان أثقله خبرات وإمكانيات كبيرة للغاية، وبالتالي العامل المصري في الحقيقة أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الخارجية إلى الداخل المصري. نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف.